Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var. يلا روحي خدي تاكسي من هون وروحي على البيت من شان الله روحي حتى بالاجتماع ما تركتيني عم اقول لك روحي على البيت انا مليت زايده منك مليت مستحيل رح ضل معك بكل خطوه لوين رايح انت على جهنم بتحبي تروحي معي كمان ايه طبعا بروح يلا تعال يلا تعال يلا هلا شوف شو اخر تبعك خلص نرجس لا تضلي زعلانة كل هالقد مو قال أبوكي إنه هو رح يرجع يستأجر بيت جديد رح ينفذ وعده بعرف ماما بيوفي بوعوده بس أنا حبيت هداك البيت كتير وأنا وبابا اخترنا لكل واحد وين غرفته وبكل غرفة شو العفش يلي بدنا نجيبه وحضرنا كل شي حتى رسمتي شقولي إياها معقولة لهالدرجة بيكرهونا عرفت مين كسر البيت طلعت الست ندرت شو؟ ايه كيف عرفت انك استأجرت بيت؟ ما بعرف وما بيهمني من مين عرفت المهم اني رح دور على بيت تاني جمال انت ليش ما عم تفهم؟ هالمرة رح تلاقي 100 طريقة لتأذينا قاسية شبك شو رح يطلع بإيدها؟ يعني ما رح تكسر كل بيت منستأجره ليك انا هالمرة ما بحب وقف بوشها خلص بلا ما نستأجر بيت هالفترة معنا وقت ما لنا مستعجلين ليش خايفة؟ فهميني ليش بتخافي من هالمرة لهالدرجة هي؟ شو بتقدر تعمل معي بعد ما طلقها لهيلين؟ ما رح تقدر تعمل شيء من اليوم ولادي خط أحمر وما رح اسمح لأي حدا يتدخل بيني وبينهم ولا حتى يزعجهم مو هيك؟ ممنوع أي إنسان يزعلهم ولو بكلمة وحدة حتى أوجور زعل كتير من زعله راح فوراً لعند الخالي أمينة خلص بنتي هلأ أنا بشوفه ومن هاللحظة أنا رح بلش دور على بيت جديد وجكر فيها رح لاقي بيت أحلى منه وإنتي يا ست آسيا رح ترجعي تساعديني ونزرع ليمون إيه؟ اتفقنا؟ لك خلص بقى قلتلكن رح تنحل القصة لا تضلوا هيك عابسين شبكن جمال خلينا نأجل موضوع البيت ليك بقى رجعنا على نفس القصة يعني انتي ما بتعرفيني منيح يا آسيا ها؟ انا ما بستسلم بسهولة ما رح رد وما رح خلي هالمرة تحقق الشي اللي بدها اياه ابدا بنتي طلعي فيني يا عمري والله بحرق الدنيا كلها بس مشان ما تنزل دمعة من عيونك بحرقها كلها خليهم يسمعوا ما حدا بيقدر يقهر بنتي تعرفوا شو رح اعمل؟ نحنا لازم ننتقل على بيتنا الجديد وبسرعة ما عاد بدي استنى شي انا عن جد بابا؟ طبعاً عن جد أكيد يا روحي حتى اسأليها لأمي هي بتعرف بس أحكي كلمة بنفذها مو هيك آسيا ولا شو؟ ما بيقدر لازم يمدح حاله أنا سمعتك شو قلتي ما شاء الله بعده نفس الطبع بتنقير الحكي ما؟ مو مهم يلا لازم لاقي بيت جديد هلأ بالإذن منكن أوه شفتي ماما؟ شفتي قديش بابا عنيد وقد كلمته؟ نرجس لا تشعلي النار أكتر ما هي شعلة بنتي شايفك عم تشجعي وهو هيك رح يتهور أكتر عم قلك ندرة خانم مانا سهلة ليش ما نكون عم تفهموا علي؟ إيه شو يعني تعمل يلي بدها يا؟ يعني بدها يانا نصير عندها عبيد بس لأنه خايفين تبلغ عنا؟ خليها تبلغ عنا إيه؟ أنا بفوت على السجن وبس اطلع على القليلة بعرف إنه عندي بيت وعيلة عم يستنوني نرجس ما رح أسمع هالحكي منك مرة تانية فهمتي؟ عم تحكوا بشي خاص؟ لا أبداً فوت ماهر عمو ماهر الست ندرت طلعت هي يلي مكسرة شبابيك البيت يلي بابا كان مستأجره من شاننا لهيك نحن متضايقين على القليل عرفنا مين الفاعل لأنه جمال اتهمني
إني كسرت البيت. شو؟ عن جد اتهمك؟ هالزلمة صاير لعقله شي. بابا زعل كتير لما شاف البيت مكسر عمو ماهر، لهيك من عصبيته فكر إنه أنت يلي عامله. وهي حكى محامي الدفاع. مو هيك القصة. عكل حال أنا رايحة أغسل وشي وشوف أوغور. توترتي اليوم مو هيك؟ تعرف ماهر هي المرة مصيبة فوق راسنا. ما فيها تعمل شي، هي بس عم تحاول تخوفك مو أكتر. اليوم عيد ميلادك لازم تكوني مبسوطة شبك. أساساً نسيت هالشي من كتر ما صار مشاكل. أنا وأوغور عملنا لك مفاجأة، وهو رح يعصب إذا عرف أني قلتلك، بس خبرتك لحتى تفرحي. ماهر والله ما في داعي تعذب حالك، عن جد ما بدي تعمل لي شي. فيك توقفيني بس ما فيك توقفي أوغور بالمرة. ماشي لشوف شو هالمفاجأة هي. رايح أنا وأوغور لنجهز المفاجأة وهي على الشط، بس اتصل فيكي جيبي نرجس وتعالوا. ماشي تمام. ماهر شكرا. ما عملت شي. ما أقول لهالدرجة ما أنا كم صدق إيمت بدك تتركني جمال. منيح، معناها لنبلش باللعبة. ها اجيت؟ جمال فاضي، فيك تبعت له رسالة. كنت بالبيت من قبل، انت امتى اجيتي؟ انا من شوية اجيت، لازم نبلش بالتحضيرات لانه حابة نحتفل بعيد ميلاد آسيا اليوم المساء. فكرة حلوة. ليك أنا مسافر بس رح أقدم لك معروف أخير، في شغلات لازم تعرفها عن ماهر وآسيا. عم استناك بالموقع اللي بعدت لك يا أما رح تندم. شوفي وصلك شي مزعج؟ لا بس اجتني رسالة ولازم أطلع. بس جمال حاول ما تتأخر مشان الحفلة المساء. ماشي لا تاكلي هم، في عنا حفلة كبيرة. لا هذا المكان كتير حلو، بيكون أحلى وقت بكون لحالي. فضل من هون. لا المكان معبى نار. شو هالمكان يلي كله ألوان ومشعلين نار فيه؟ شو هاد كتير حلو؟ ايه هالمكان كتير مميز. يعني انت بالعاده بتجي على هيك اماكن راجي؟ عن جد هذا المكان كتير مبهدل ومقرف، ليش هالنار بكل المطعم؟ ما عم افهم. مع حضره جنابك اجيتي غصبا عني، ما شاء الله قاعده وعم تتهضمي كمان. ايه حبيت امزح معك شبه. لو سمحت جيب لنا كاسين مشروب لهون بسرعه. جيب لي اتقل كاسه مشروب عندك لانه راسي عم يفتي. حلو، شايف الجو عجبك وانسجبتي بسرعة؟ اي والله عجبني، ما له حاكي شي. اوه شوف 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 شوف.
اشربي على مهلك زاهدة، على مهلك. مو أنا اللي بدي سوق السيارة ما؟ صب لي كمان. رح ننبسط كتير اليوم، جيب لنا كمان. Aç kollar, sar boynuma, ister ölür ister al. حلوة مو هيك؟ أنا وأجور زيناها مشان عيد ميلادك. يلا قلها شو اسمها؟ بلوتي زرقاء مثل لون عيونك أمي. شو هالاسم يا ابني؟ عمو ماهر هي السيارة بتشتغل؟ هي شغالة بس بدها شوية تصليحات وبعدها بتصير تمام. أجور خلص يا ابني بلا ضجة. ماما ماما بس اكبر بدها تصير سيارتي لونها ازرق، هيك قال لي ابي، وكمان رح يعلمني سواقة السيارة بس اكبر. بس انت تصير شاب بيكون ابوك صار كبير بالعمر. اصلا ضل شوي وبصير عمري 18 سنة، مو هيك ماما؟ طبعا يا روحي ما ضل كتير. ايه طبعا مو كتار، 11 سنة بس. لا تزعلي الولد، هو ما بقاله شيء اصلا. اختي الراديو شغال، تعي نشوفه. عن جد عم تحكي؟ معناتها رايحة اشوفه. آسيا كل عام وانت بخير والعمر كله. عن جد هذا الحكي طالع من جوات قلبي، انت والولاد خليتوا حياتي احلى. ماهر انت بالنسبه الي اكثر انسان مميز بقابله بحياتي، واجمل صدفه بحياتي اني قابلتك وتعرفت عليك. ما عم اقول هالحكي لانك ساعدتني، اصلا ما بلاقي شخص مثلك عنده قلب طيب واخلاق عاليه. تعرف شو هاد مكسب الي وبيعطيني امل بالحياه. عن جد عم احكي. خجلتيني، هاي من لطافتك. على فكرة بهاي الفترة في بعض البنات بيقولوا عني هاي الشغلات، مثل زحل قالت لي مثل هالحكي اللي قلتي. علاقتك فيها انتزعت بسببي مو؟ لا ما انتزعت أبدا. هلأ اليوم خلينا عم نحكي عنك وبس، اليوم عيد ميلادك وما بدنا نحكي عن أي شيء تاني ماشي؟ يلا يا أولاد. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. يا روحي. كل عام وانت بخير ماما. كل عام وانت بخير. يلا ببلش. يلا يلا ماما من الصبح وانا عم بستنى لناكل جاتو. ماشي ابني تكرم، خود كل. يلا رح قطعها دقيقة هلا بعطيك. صحة وهنا حبيب قلبي. راجي. قولي لي زاهدة، انت لسه ما مليتي من هذا الزواج؟ لا راجي أنا ما مليت، وكتير بحبك يا روحي. بالنهاية أنا مجنونة والمجانين ما بيملوا مو هيك؟ أنتِ مانك مجنونة ولا أنا مجنون ماشي، بس أنا خلص مليت من هذا الزواج يا زاهدة وبدي نتطلق. رح أعطيك شو ما بتطلبي، أي شي بتتمنيه ماشي؟ لا ما بدي أتطلق، ما رح نتطلق، أنا كتير بحبك وما بدي منك أي شي راجي. طيب قولي لي شو هو الحل يا زاهدة؟ رح نضل مع بعض وانت عمل مثلي، ركز دائما واحكي مع حالك وقول انا مبسوط انا مبسوط انا مبسوط، هيك قول يا روحي، هيك قول بترجاك بتنبسط لحالك. شو هالموسيقى يا اخي، حاسه حالي بعزا، حط لنا شي فرفح القلب، بدنا نرقص. يلا خلصنا زاهدة، ما بدي مشاكل هون ماشي. يلا عزيف. ليكو ليكو حبيب قلبي جنبي وسهرانين، تشاو تشاو تشاو. يلا ناخد سيلفي أنا وياك راجي، اتطلع يلا.
ما بدي اروح زعلان. خليني اقول لك ما بدي. يلا قوم يا روحي قوم بقى. يا الله شو مبسوطة حبيبي. خلي الحسودين يطقوا من قهرون يطقوا ويموتوا حبيبي معي. ليك تسلم لي هالضحكة ما أحلاها. يلا يا روحي رقص. ليكي 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 واو ليكي ليكي شوفوا لحبيبي ليكو كيف عم بينات. لا تطلعي سمي يورم طلعي منيح. مين هات؟ الرقم مو مسجل عندي وبعت لي فيديو كمان. طلعوا 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 يا روحي. خلي الحسودين يطقوا من قهرهم ويموتوا كمان. حبيبي معي ولك تسلم لي هالضحكة ما أحلاها. يلا رقص يا روحي رقص. عم يرقص ومبسوط والمكان كتير حلو وعم بينط كمان. اطلعي عليه منيح اطلعي. أنا شو عم بعمل هون لهلا؟ شو ناطرة يعني؟ شو بدي لسه أكتر من هيك قهر؟ ألو؟ بدي أحجز على أماسيا الصبح. ست هيلين تسلم ايدك، هالطاولة طالعة بتجنن وكتير حلوة ومرتبة. شكرا حبيبتي. وبدي منك انت كمان ترجعي تتأكدي اذا في شي ناقص. ماشي ماشي مثل ما بدك. انتبه انتبه احمد على مهلك، مبين انك صرت احسن. حبيبي اليوم هو ما اكل شي ست هيلين طول النهار وهو نايم، وكل شوي كنت روح اطمن عليه، قال لي انه رجليه عم يوجعوا كثير، بظن لانه عم يطول عظمه عم يوجعوا. عن جد؟ اكيد ما في شي، انت منيح؟ ايه منيح ماما. كثير منيح يا روحي، تعال خليني طعميك شي شغله، قلثوم شوفي اذا في شي ناقص على الطاوله. ماشي؟ تمام ماشي تمام. لك شو بك؟ يبدو انت ما بتفهم بالكلام يا وقح، ليش بعدك هون؟ انا ما قلت لك ما عاد بدي اشوفه لوشك، ها؟ جمال بيك انا ما رح كون مرتاح قبل ما احكي لك حقيقة آسيا. لسه بيقول آسيا. نجمي انا نبهتك انه ما عاد تجيب اسم آسيا على لسانك مرة تانية. لا تخليني اعصب عليك، شو بدك يعني؟ قلت لك وارتاح منك هلا؟ ادفنك هون يعني؟ لحظة، شو بك معصب؟ إذا ما عجبك الحكي، اعمل شو ما بدك فيني أنا قبلان، لو ما بدك تعرف ما بتجي لهون، اسمعني شوي. طيب، احكي يا نجمي خلصني. آسيا ارتكبت جريمة قتل بأماسيا. ها؟ للأسف هذا يلي صار، كلياتنا تفاجأنا. بتعرف إنك واحد عديم الإحساس ووقح وندل؟ ما ضل عندك أكاذيب جاي تفتري عليها؟ يعني قلت لك لارتاح؟ شو بك معقول كذب بهيك شي جمال بيك؟ إذا مانك مصدقني روح واسأل بالمخفر. آسيا قتلت واحد اسمه خليل بأماسيا، بس بتعرف ليش قتلته؟ لأنها غارت عليه. شو هالحكي؟ هاي هي الحقيقة، هنن الاثنين كانوا على علاقة، بعدين هو راح خطب وحدة غيرها، وهي من غيرتها عليه ضربته بالسكين ومات، وبعدين أخذت الأولاد وهربت. نجمي، لا تكذب علي. جمال بيك والله اللي عم قوله صحيح، بشو بدي أحلف لك لتصدقني؟ طيب ماشي لا تصدقني، روح واسأل. روح على المخفر واعطيهم اسمها بتبين معك الجريمة اللي عملتها. وما وقف كذبة لهون، هي خدعت الكل، زواجها من ماهر كله كذبة، اتعرفت عليه على الطريق وبعد ما هربوا من أماسيا هو حماهن وبعدين جابها على القصر، جابها لحتى يحمي ولادها ويأمن عليهم. جمال بيك صدقني بعرف انك تفاجأت، بس ما حسيت في شي غريب بالقصة؟ هن بحياتهم ما طلعوا من البيت أبدا، والولاد على طول بيخافوا من الشرطة مثل الحرامية.
وإذا بدك روحتهم على روسيا كلها كذب بكذب وتأليف منهم. حتى الأولاد ما هنون مسجلين بالمدرسة. برأيك ليش؟ فكر فيها. معقول ما انتبهت؟ جمال بيك، عم قلك آسيا قتلت حبيبة وهنن هربانين، هربوا من الشرطة. يا حقير! هيلين بنتي؟ أمي؟ كيف طالعة؟ طالعة كتير حلوة يا عمري، وهاللون كتير لابق لك. منيح، طمنتيني لأنه هالليلة رح تكون من أهم الليالي بحياتنا. هو لسه متصل فيكي لهلأ؟ هذا هو. ألو، طمني شو صار؟ أنا عملت كل شيء قلتيلي عليه والمهمة نجحت يا خانو. أي منيح، وهو يصدقك؟ المهم ما يشك بشي. أنا مثلت عليه بطريقة ممتازة، طمني. فيني خلي الواحد يشك بحاله، لا تخافي علي. بعدين أغلب اللي قلت له يا كان صح، وجبت له أدلة على كل كلمة قلتها. يا حرام شو انصدم. تمام، بكرة الصبح رح أحول لك المصاري على حسابك. طمنيني بنتي. تمام، لنشوف شو بده يصير. مستحيل يكون هالكلام مزبوط، هالحكي كله كذب، مستحيل. آسيا ما بتعمل هيك شيء. إمتى رحتي على روسيا أنت وماهر؟ بعد 6 شهور ولد أوغور، وبعد 6 شهور زبطنا أمورنا وسافرنا. منيح هيك؟ أنت عم تكذبي يا آسيا، عم تكذبي، لأني رجعت على أماسيا وكنت هنيك. رح صير زوج وأب منيح، وحاول عوضكن عن كل أغلاطي، تمام؟ بس أمك ما عم تعطيني فرصة تانية. هي مجبورة. شو قلتي؟ على شو مجبورة؟ شو يعني هالكلام؟ يعني هيك لازم يصير. خلص بابا، لا عاد تسألني. خبروني انتو شو قررتوا تعملوا مشان مدارس الاولاد؟ بابا صاحب مدرسة ايلاديا بيكون رفيقك مو هيك؟ ايه بنتي، جيبوا هويات الاولاد حتى نسجلهم بالمدرسة، انا رح اهتم بالموضوع. ليش هنن بيطلبوا الهويات فورا؟ ليش ما بتعرفي؟ كأنك اول مرة بتسجلي الاولاد بالمدرسة. لا مو هيك، بس هون ما بعرف كيف الامور. ماما ماما، الشرطة على الباب، خلينا نتخبى من الشرطة. جايين ياخذونا ماما. نرجس لقتها بالحديقة، سكين مصدية وجابت لي إياها، لهيك أنا كبيتها بالزبالة مشان ما يلعبوا فيها الأولاد. صدقتك، شو بتقولي عن هذا الحكي؟ قولي. إيه أنا عطيتها لأمي. هدول أكيد عم بيكذبوا علينا، الولد عم يخافوا من الشرطة، والأم وبنتها طلع معهم سكين، وأنا شفتهم زتوه بكيس الزبالة اليوم الصبح، وأنتوا عم تشوفوا الموضوع طبيعي. أنا رح جن. أهلين جمال. ألو، كيفك رمزي؟ بدي أطلب منك شغلة كتير مهمة. تفضل. في اسم بدي اياك تعرف لي شو وضعه. طبعا تكرم. آسيا يلماز، شوف لي اذا مطلوبه لجريمه، تقدر تعرف؟ ايه انا اللي بقدر. تمام، وبتمنى ما تطول علي لانه الموضوع كتير بيهمني. ماشي، ناطر اتصال منك. يلا. تمام تمام. ليكن اجوا.
عن جد خجلتوني، شكرا كتير لكم. كل عام وانت بخير. لهيك أجور كان مصر نرجع بكير. اي طبعا، نحنا قدرنا نعمل هي الحفلة المفاجأة بفضل أجور. كل عام وانت بخير بنتي. طيب يلا، ليش واقفين؟ يلا عدو. شو هاد الطاولة كتير حلوة؟ الست هيلين جهزتها ورتبتها بإيديها. حبيت تكون الحفلة بعيد ميلاد آسيا كتير مميزة. طيب جمال وينه؟ ليش لهلأ ما أجا؟ عزبتي حالك هيلين، عن جد شكرا كتير لإلك. لا العفو حبيبتي، هذا أقل من الواجب. والأكل مبين كتير بشهي، يسلم إيديكم. صحتين وعوافية يا بنتي الحلوة، صحتين. يلا ماما نفخي على الشمعة. ايه مننفخ عليها، بس لا يجي جمال. هلأ بيجي، ما بيطول. لازم نستنى جمال لحتى نطفي الشمع؟ ايه طبعا، خلينا نكون مجتمعين ومنطفيهم سوا. إيلاديا، أبوكي وأمك وينهم؟ ماما قالت لي إنه رح تقضي كل الوقت مع بابا، بس ما بعرف وينهم هنن حالياً. فكرت زاهدة رح توظف جاسوس على راجي، بس يبدو هي أخذت هالمهمة. شو نعمل؟ المسكينة عم تحاول تنقذ بيتها. اللي بتحاول تنقذ بيتها بتصير فجأة كتير خطيرة. المهم، خلونا نحكي بالشغلات حلوة. كمان فينا نبلش بالأكلات الخفيفة، مو هيك؟ إيه طبعاً، تفضلوا، يلا، فيكن تبلشوا يا جماعة. يسلم. اجا حبيبي جمال، كنا ناطرينك. يلا قلثوم، روحي جيبي الكيك من جوا. جمال سألت لك عن الاسم، آسيا يلمز، مطلوبة بجريمة قتل خليل أكبر، هربت من أماسيا وعندها ولدين وما منعرف وين هي حاليا. وهي وصل الجاتو. في قداحة مشان شغل الشمعة. أنا معي قداحة. ها رح حطه هون. آسيا، تمني أمنية قبل ما تطفي الشموع، لأنه إذا ما تمنيتي رح تعيشي سنة طويلة ورح تكون بشع وفيها حزن كتير كمان. هيلين، شو هالكلام يلي حكيتيه؟ مو حلو أبداً. يلا ماما انفخي. روحي انتو. كل عام وانتي بخير ماما. وانتي بخير. كل سنة وانتي سالمة، وشوفك دائما عم تضحكي ومبسوطة. شكرا جولسو، كلك ذوق حبيبتي. كل عام وانتي بخير يا بنتي، وان شاء الله ايامك الجاية كلها فرح وامان، ونضل عايشين مع بعض بخير وسلام. انتو احلى هدية بحياتي. حبيبتي. يلا ايمت بدكم تقطعوا الجاتو؟
اطلعي لفوق بسرعة. اتصلوا رفقاتي ليعايدوني، رح ارد عليهم واجي. خير جمال، شو صاير؟ مين خليل؟ شو؟ مين خليل؟ عمي لا تقرب! يا روحي خليكي واقفة هون، خليكن هون ابني وجور، لا تفوت لجوا ماشي. متهمة بجريمة قتل، قتلتي واحد واسمه خليل، صح ولا لا؟ آسيا، هالحكي صحيح؟ جمال كنت رح خبرك. شو بدك تخبريني؟ عن شو بدك تخبريني؟ بدك تقليلي إنك قتلتي حبيبك؟ بدك تقليلي إنك جنيتي لما تركك؟ بدك تقليلي كيف دمرتي حياة أولادي بعملتك؟ شو بدك تقولي؟ جمال شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ شو عم كذب؟ اتصلت بالشرطة وعرفت إنك مجرمة وطلعتي مطلوبة لجريمة قتل آسيا. جمال أنت اتصلت بالشرطة؟ آه؟ جمال قلي أنت اتصلت بالشرطة؟ ليش خفتي كل هالقد؟ جمال اتصلت بالشرطة؟ جاوبني أنت اتصلت بالشرطة؟ لا تخليني كسر الدنيا! لك انت ما نكرتي هالحكي او دافعتي عن حالك حتى. ايه خلص روقي، لا تخافي، شو بك صفريتي هيك؟ ما بلغت عنك لسه. لا تخافي ما بعمل هيك شيء، ولساتني ما جبت سيرتك للشرطه. ما بلغت لاني ما صدقت. قلت آسيا مستحيل تعمل هيك شيء ابدا. بس انت ما عم تنكري، اي نوع من الامهات انت؟ كيف قدرتي تحطي ولادك بهيك موقف وسخ وتدمري حياتهم؟ انت رح تجننيني. جمال اوعك تحكي معي بهالطريقه. كيف بدك احكي؟ هالحكي كذب، اللي قلته كذب، ها؟ قلي لي انه كذب. نجمي هو اللي خبرني وحكى لي كل القصه بعد ما تركك حبيبك خليل وخطب وحده تانية جنت آسيا وما قدرت تتحمل لهيك قتلته وما قدرت تصدق هالتصرف الوسخ منك، وبعدين حبيت اتاكد احسن ما ضل شاكك وضايع. اتصلت برفيقي بالشرطه، ويا ريت ما اتصلت، يا ريت. سالته اذا آسيا يا الماز ارتكبت جريمه قتل. انت حطيتيني بهيك موقف آسيا، يا ريتني ما سمعت هالجواب. قام قال لي ايه، ارتكبت جريمه قتل وهربت من اماسيا وهي مطلوبه. انت كيف بتعملي هيك شيء؟ ما بتخجلي من حالك؟ قلي لي صح ولا لا، احكي. حاول يعمل شيء معك هذا الزلمه، اكيد لازم يكون في سبب مقنع، يعني ممكن يكون هجم عليك او ضربك. لك قولي اي شيء دافع عن حالك، احكي شو عمل معك. قلي لي انك مجبوره ولا شيء. شو بدي رد عليك هلا؟ انت اساسا حكمت علي من زمان. ايه انا قتلته لخليل، وبعد ما قتلته اخذت الاولاد وهربت. شو منيح هيك؟ رح اخذ الاولاد منك، سمعتي؟ رح اخذ الاولاد منك
وما رح خليهم عايشين حياة الخوف مثلك. خليكي مع ماهر أو سلمي حالك للشرطة، ما عاد بهمني، بس أولادي ما رح يضلوا عايشين معك، عم تفهمي علي آسيا؟ رح أخذهم منك. خلصت؟ خلصت خلصت، وانتهى كل شيء، انت انتهيتي بالنسبة لي. خلص. أساساً أنت ناهيني من حياتك من زمان كتير، مو مهم حالياً، بس بدي نرجس ما تعرف بالشي اللي حكينا أبداً، تمام؟ هلأ خطر على بالك؟ ها؟ تعمل اللي عم قوله جمال. يعني شو بدي أقول لنرجس؟ شو بقدر أقول لهالطفلة هي؟ ها؟ رح قلها كيف أمك قتلت حبيبة؟ شي بيرفع الراس والله. تعرفي في شي واحد مضايقني بس، اسمعي، شي واحد بس. كل هالسنين حاولت طلعك من قلبي بس ما قدرت، ضليتي بقلبي، بس هلأ خلص ما عاد حس بأي شي تجاهك، خلصت من حبك كله عن جد، انتهينا اليوم، اليوم يا آسيا هو موعد ميلادك إلك، يوم مماتك. سمعتي؟ ما عاد تهميني أبدا. ماشي خلص، صار مثل ما بدك، انت ما شفتيني بس انا شفتك، وما رحتي من بالي، ووقتها قلت هالبنت لازم يا جمال تكون قدرك بهالحياة، يعني مو انا يلي قلت، قلبي يلي قال. شو عم تقولي؟ بتحبي لجمال؟ جمال؟ أنا بحبه لجمال كتير. قلب سلمك لأشل ماسكي تحتي. يا الله شو حلو، تعال نركض تحت المطر يلا. هلأ ليك جمال دير بالك، أنا ما بتزوج واحد ما بيحب المطر. ها تمام منيحه، تحبيني تمام هيك عجبتك؟ سلمك لأشم ماسكي تحتي، أشم ماسكي. وأخيرا صرتي مرتي وبيتي لك، أنتي عمري وروحي، أنتي كل شي بحياتي، يا نور عيوني وفرحة قلبي، أنتي كل شي. Beni biçin, öldün
شيء.